علاقة الرجل والست هي العلاقة الرئيسية اللي الدنيا قايمة عليها، وكل الأديان السماوية والثقافات بتتكلم في ضبط وتطوير هذه العلاقة، والعلوم القديمة والحديثة ممتلئة بالمؤلفات اللي بتشرح للراجل طبيعة الست وبتشرح للست طبيعة الراجل. والعلوم دي لخصت شخصية الراجل للست، إن مفتاح قلب الراجل إزاي يديك عينيه لو شعر بالتقدير، وإن ثقة الراجل في نفسه بتيجي من كذا حاجة، على رأسها تقدير حبيبته ليه. فأنت عندك ثلاث حاجات لو بتعتبري إكرام جوزك وإسعاده أحد أكبر أهداف حياتك، وإن دي طاعة ليها قيمة عند ربنا سبحانه وتعالى، ثلاث حاجات يملوا الراجل بالإحساس بالتقدير. وراجعي الكلام ده في كتاب رجال من المريخ ونساء من الزهرة لجون جراي، وكتاب لغات الحب الخمسة لجاري تشابمان، وكتاب لكي يبقى الحب حيا لإليزابيث كومن. الأول حاجة من التلاتة دول الاهتمام بموضع عينين الراجل. علماء النفس بيقولوا إن الراجل بيحب بعينيه، والمرأة القديمة العربية وهي بتجوز بنتها قالت لها تفقدي موضع عينيه، فلا تقع عينه على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. والاهتمام بمظهر الست قدام الراجل بيترجم جوه عقل الراجل إن أنا ليا قيمة، وإنها حريصة تظهر بأحسن مظهر قدامي. الرجالة بتفهم كده، وده اللي قال عليه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم قال: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء، يعني أكبر كنز عند الرجل، المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته. وانتي كامرأة من حقك تبقي جميلة في عين حبيبك، فدي أول حاجة بتخلي الرجل يشعر بالتقدير، إن الست تهتم بشكلها قدامه. الحاجة التانية اللي بتشعر الرجل بالتقدير هو احترام مساحة من الخصوصية، ودي على فكرة بتتعلمها الستات بعد سنين طويلة من الخبرة والخناق. وجون جريب ليه وصية جميلة في كتابه بيقول: دربي جوزك وعلميه إزاي يسمعك بالاتفاق معاه على توقيتات معينة للنقاش، غير التوقيتات دي احترمي مساحة إنه بيبقى ساعات سرحان بيفكر في بعض الحاجات، أو قاعد بيستف أموره ويرتب لمشاكله ويحلها وهو قاعد كده في خصوصية تامة. احترامها بيشعر الراجل بالتقدير الكبير. والمرأة العربية كانت توصي بنتها وهي بتجوزها تقول لها: تحري وقت طعامه والهدوء عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. عشان كده كتير من الخناقات اللي شفتها في حياتي ان الست تخش تفتح النور والراجل نايم وتزعق للعيال، ده يشعر الراجل بسوء التقدير ان هي مش مقدرة سهره طول الليل في الشغل. الحاجة التالتة اللي بتشعر الراجل بالتقدير احترام الست لقيادته للبيت، بيسموه علماء النفس الذكاء الوظيفي، الرانك انتليجنس. الراجل بيدي الست عينيه لما تشعره ان تصرفاته وكلمته ليها وزن. جربي كده مرة تبقي متخانقين مع بعض وتعتذري بتواضع للرجل، كأن رأيه في المشكلة دي اكتشفت ان رأيه كان عنده حق، وتشعريه بكده زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيوصف المرأة الصالحة اللي قالت لجوزها: والله هذه يدي في يديك لا اكتحل بنوم حتى ترضى. وشوفي قد ايه الرجل هيديك عينيه بعد كده لما يشعر بتقدير آراءه اللي شافها في طريقتك وانت بتتكلمي معاه. حاجة أخيرة برة الثلاث حاجات دول، تكلموا مع بعض بوضوح وصراحة في العلاقة الزوجية الخاصة اللي ما بينكم، لأن الحقيقة إن أغلب مشاكل البيوت كما في دراسات كتير قوي جاية بسبب عدم الكلام والاتفاق على الكم والكيف في العلاقة الخاصة اللي بين رجل والست، أو نقاش الموضوع ده بعصبية كأننا غربة عن بعض. دي كانت فكرة لبعض البنات والنساء، إحنا عملنا حلقة تانية اسمها مفتاح قلب المرأة موجهة للرجال. علشان خلاصة الكتب اللي في العلاقات الزوجية بل والوصايا اللي في الأديان السماوية كلها بتدور حوالين الثلاث أربع حاجات دول، فاسمعوا مع بعض الحلقتين مفتاح قلب الرجل ومفتاح قلب المرأة علشان علاقة الحب اللي بينكم بناءها من صميم الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. فالحب علاقة قيمة تدل على ارتفاع الإيمان. فاللهم يا رب من علينا بحسن العشرة والإحسان في المعاملة، واحفظنا من شيطان الفرقة أن يدخل بيننا وبين أزواجنا.